السلام عليكم. احنا هنتكلم النهاردة عن محاضرة رقم 8 في مادة Embedded System. في المحاضرة دي احنا هنتكلم عن الـ Interrupts وازاي بنتعامل معاها. المفروض ان احنا في اخر المحاضرة نبقى عارفين ايه هو الـ Interrupt وفي الـ AVR وازاي تكتب بروجرام للـ Interrupt وايه العلاقة بينهم او ايه الفرق بينهم وما بين الـ بولينج، في ان انت ازاي تعمل انترفيسز مختلفة زي السيريال والاكسترنال سويتشز والتايمرز وغيرها، ازاي تستخدم الانتربت معاها. طيب هو احنا لو احنا اتكلمنا عن البولينج فيرسز الانتربت، البولينج دوت يعني ايه؟ حضرتك بتبقى جوه البروجرام بتاعك بتبدا تتشك على الفاليو بتاعت فلاج معين او بتاعت بفر او بتاعت بان معينه، طول ما هي مثلا لسه ما جاتش انت بتكمل في البروجرام بتاعك لحد ما البند تيجي. ده كده الاسلوب اللي بنقول عليه بولينج، لان انت البروجرام بيفضل شغال عمال بيتست، وطول ما هو الفاليو لسه ما جاتش ما بينفذش، الفاليو جت بيبدا ينفذ. في طريقة تانية وهي الانتربت. الانتربت انت بتيجي ماشي في البروجرام المين بتاعك عادي، ولو حصل ان الايفنت ده ظهر بيجيلك نوتيفيكيشن على البن اللي اسمها انتربت، او بطريقة لو هو سوفت وير انتربت بيجيلك الفلاج دوت، ويبدأ تخش في سيرفيس روتين بحيث ان انت تسيب المين بروجرام اللي انت كنت شغال عليه وتبدأ تروح للانتربت تعمل له سيرفنج في حاجه اسمها انتربت سيرفيس روتين، وترجع تاني تكمل المين كان شكلها عامل ازاي. طيب هو انت لما تيجي الانتربت بتاعك الاكسكيوشن سايكل بتبقى شكلها عامل ازاي؟ الاكسكيوشن سايكل بتبقى عن طريق ان انت اول حاجه الديفايس بيحصل له الانتربت دوت، بعد كده الانستراكشن اللي انت واقف عنده بتبدا تنهيه، بعد ما بتخلص الانستراكشن دوت كده معناه ان انت هتبدا تهندل الانتربت، فبيحصل حاجه اسمها انتربت اكنولج بتعرف الديفايس الناحيه الثانيه ان انت وصل لك الانتربت خلاص وهتبدا تتعامل معاه. اول بدايه في التعامل دوت انك بتبدا تسيف انت كنت واقف فين في المين بروجرام، لو في ديتا مهمه بتبدا تحطها في الستاك بتاعك، وبعد ما تخلص السيفينج دوت بتبدا تعرف الانتربت سيرفيس روتين اللي انت هتتعامل معاه الادرس بتاعه ايه وتروح له. بعد كده بتبدا تكسكيوت السيرفيس روتين دوت، وبعد ما بتخلص بتريتريف الفاليو بتاعت انت كنت واقف فين في المين بروجرام والديتا بتاعتك اللي كانت مهمه بتعمل لها بوب وترجعها تاني. وبعد ما بتخلص اللي هو ان انت تجيب الداتا من الستاك بتبدأ تعمل ايه؟ تبدأ نورمال اكسكيوشن تاني، وده كأنك رجعت المين من اول وجديد. طيب احنا المفروض ان احنا عندنا شوية انتربس موجودة جوه الاتميجا اللي هو الاي في ار، يعني في عندنا في انتر اللي هو الريسيت انتربت، ده اهم حاجه طبعا، ده اللي بيدخلك المين اصلا. وفي حاجه اسمها الاكسترنال، 3 اكسترنال انتربس و8 تايمر انتربس و3 سيريال انتربس والاي دي سي انتربت. في شويه انتربس تانية بس دي اوت اوف اور فوكس في الكورس. طيب الانتربت سيرفيس روتين بيبقى جدول كده، الجدول فيه ده نوع الانتربت ايه، والادرس اللي هيحصل ان انت تنط عنده ساعه لما يحصل الانتربت دوت. فانت هتلاقي فيه التيبل قدامك، ده بيبقى موجود في الداتا شيت طبعا لكل كنترولر انت هتشتغل معاه. فهنا مثلا الانتربت سيرفيس روتين بتاع الاتميجا 32 هتلاقي اول كولوم اللي هو الديسكريبشن بتاع الانتربت دوت عباره عن ايه، والفيكتور نيم بتاعه اسمه ايه، ده تاني كولوم. بعد كده البروجرام ادرس، البروجرام ادرس بيبقى عندك محطوط في الميموري في اللوكيشن ده جامب للمكان بتاع السيرفيس روتين اللي هو هيشتغل عليه. واخر حاجه ده الفيكتور نمبر او رقم الانتربت سيرفيس روتين بتاعك.
طيب هو ايه الفيكتور نمبر دوت؟ الفيكتور نمبر ده هو رقم المفروض ان انت بتحدد منه انت رايح فين. طيب غالبا لو احنا بنتكلم انتربت سيرفيس روتين عندي اكتر من اكسترنال انتربت، فالاكسترنال انتربت دول لو خدوا ارقام مثلا 0 و1 و2 بيبقى انتربت 0 ده higher priority than interrupt 1، higher than interrupt ايه؟ interrupt 2. البروجرام ادرس ده المكان اللي انت هتعمل له كول او الجامب اللي ان انت ايه هتروح له مثلا. وهنا مثلا interrupt 0 مثلا مكون موجود زي ما احنا شفنا في التيبل عند 0 2 مثلا. وبعد كده الانتربت فيكتور نيم ده بيبقى الاسم بتاعه في اللايبرري لما تعوز تعمل له كول. طيب انت علشان تبدأ تعرف الانتربس دي بدل ما تقعد تكتبها انت بنفسك، هتعمل حاجة اسمها انكلود لللايبرري بتاعت الانتربس اللي هي انترب دوت اتش، وفي ماكرو كده اللي هو بتاع الـ ISR ده هيديفاين الايه الانتربت هاندلر بتاعك، وهتقول له بس رقم الايه الانتربت. لما تعوز تعمل انيبل لحاجه بتبقى في فانكشن اسمها SEEI. هنشوف الكلام ده كمان شويه في examples. طيب مثلا انت مثلا لو عايز تعمل السنتكس بتبقى شكلها عامل ازاي، هيك هتكتب ISR وبعدين تقوم حاطط الانتربت فيكتور نيم اللي موجود في الانتربت فيكتور تيبل اللي كان موجود من شويه. يعني مثلا لو انت بتتكلم على سيريال هتقول مثلا ISR وتفتح بين قوسين اسم الانتربت فيكتور تيبل اللي كان موجود اللي هو USART underscore RxC underscore vec. ده معناه ان انت حصل الانتربت بتاع ان received data، تقوم داخل واخد الداتا دي وحطيتها فين؟ وحطيتها جوه الريجستر او الميموري زي ما انت عاوز. طيب احنا لو احنا بنتكلم على سيريال انترفيس، سيريال انترفيس اكزامبل مثلا، وعايزين نعمله يوزنج الانتربت ومدينا بود ريت وستوب بيت و نو باريتي وعدد الداتا سايز بتاعي 8 مثلا والكلوك 1 ميجا، واحنا عايزين نبدأ نظبط الكلام ده بس يوزنج الانتربت. خلي بالك ان انت طبعا في بت اللي هي رقم 1 هنا اللي هي ار اكس سي اي اي ديت انت بتنيبل فيها ان انت هتشتغل بطريقة الانتربت مش ان انت هتتشكل فلاجز. دي تخلي بالك ان هنا انت لازم تعمل البت سيت البت دي بواحد، ودي في الريجستر اللي هو في بتاع سيريال كونفيجريشن ده ريجستر رقم بي. هنا بقى هنبدأ نتكلم ان انت تخلي بالك ان انت الفاليو بتاعت زي ما قلنا بي كده كسي كود لازم تعمل لها ايه انيبل لواحد عشان تعمل تتشكل ايه ان انت شغلت الانتربت صح. طبعا بقيه الانيشاليزيشن ما فيهوش مشكله. وبعدين هنلاقي تحت في المين حضرتك مثلا بتعمل انيشاليزيشن وبعدين بتقول له عايز تانيبل الايه الانتربت عموما اللي هي اس اي اي زي ما احنا قلنا. هتلاقي بقى بعد كده انت المفروض هيجيلك انتربت يقول لك ان السيريال جه عليه ديتا بعد كده. طب احنا كنا بنعمل ايه قبل كده؟ لو نلاحظ تحت احنا كنا بنعمل البولينج بتاع الوايل لو انتوا تفتكروا، وزي المثال اللي احنا كنا قلناه انت بتعمل بولينج على RxC. RxC طول ما هي مش ستد يعني مش واحد يبقى لسه ما فيش ديتا، اول لما يبقى فيه ديتا بتخش تعمل الايه تقرا الفاليو. وتخلي بالك ان انت فوق في الريجستر بي قمت حاطط الفاليو بصفر مش بواحد للبن اللي هي بتاعت الانتربت. طيب لو احنا اتكلمنا بقى على الاكسترنال انتربت الات ميجا عندنا له
تلاتة external interrupts، interrupt 0 و1 و2 دول موجودين على بن اللي هو بورت دي 2 و3 وبورت بي 2. حضرتك بيبقى عندك نوعين من الايه الانتربتنج، واحده منهم ان انت يا اما مع الرايزنج ايج او مع الفولينج ايج، يا اما الديفولت بتاع البن بيبقى 0 ولما تبقى ب 1 بيتعمل لك انتربت، او الديفولت بتاع البن بيبقى 1 وتنزل لما تبقى ب 0، يبقى كده حصل لك الايه الانتربت بتاعك، انت اللي بتختار الكلام. طبعا الكلام ده زي ما هو باين على التشيب بتاعت الاتميجا 16 هتلاقي ان البورت اللي هي بين رقم 3 اللي هي عليها انتربت 2 وبين رقم 16 عليها انتربت 0 و17 عليها انتربت ايه انتربت 1. طيب احنا الكلام ده لازم تعمله برضو زي ما قلنا ايه انيبل، فانت في جنرال انتربت كنترول ريجستر ده هتلاقي فيه ليه بينز موجودة اللي هي مين انتربت 1 وزيرو واتنين زي ما قدامك، دول لازم تعمل ايه تشوف الفاليوز بتاعتهم عشان تعمل لهم انيبل. طيب برضو في حاجة تانية ان انت لازم تخلي بالك من ان احنا لو بنتكلم مثلا على الانتربت 2 انت بتحدد عايز هل فولينج ايج ولا رايزنج ايج، البن بتاعتك او البت بتعمل لها سيتنج اللي هي اي اس سي 2 تحطها يا اما بزيرو لو انت بتتكلم على فولينج ايج تريجر، او 1 لو انت عايز رايزنج ايج تريجر. طيب هنا برضو هتلاقوا ان في البت بتاعت الانتربت 0 وانتربت 1 البيتس بتاعت الكنترول بتاعتي، وبرضو هتلاقي تيبل كده موجود فيها اللي انت عايزها مع اي تشينج مش فارق 0 او 1، يعني يحصل عليها تشينج من 0 ل 1 او من 1 ل 0 يعمل لك انترب، ولا عايزها مع اللو ليفل بس ولا مع الفولينج ولا مع الرايزنج. الكلام ده هيبقى البيتس بتاعته زي ما هي واضحه، اسم الريجستر اللي هو ام سي يو سي ار ده هي ايه هو اللي بيحدد المكان بتاع البيتس دي تقدر تغيرها. طيب لو احنا بنبص على الاكزامبل مثلا ان انا عايز انتربت 1 يبقى تريجرد على بين 3 مثلا الانيبل بتعمل لها انيبل بالشكل دوت زي ما انت شايف، او عايز مثلا تشينج لو هي مثلا مع اي تشينج برضو بتحط الفاليوز زي ما انت شايف عندك. هنا مثلا ده الكود بتاع ان احنا بنحط الانيشاليزيشن بتاع الايه بتاع الانتربت فيكتور تيبل اللي هو الانتربت 1، فانت بتختار مثلا لو انا كنت عايز اعمل ان انا اتوجل البت، يعني انت مثلا كل شوية لو البورت بي كانت بفاليو تتعمل لها توجل 0101 وهكذا، فانت مثلا ده الفانكشن اللي انت هتعملها لو جالك انتربت 1 فور اكزامبل. بعد كده بتخش على المين تانيبل الانتربت اللي هو 1 وتظبطه ان هو مع اي تشينج وتانيبل الانتربتس عموما، وبعدين تبدا تخش في البروجرام بتاعك المين الطبيعي. طبعا الكلام ده يستدعي ان انت يكون عندك انيشال فاليو لبورت بي، فانت هنحط انيشال فاليو لبورت بي اللي هي مثلا 010101 مثلا، والوايل 1 بتاعتك اللوب اللي انت احنا هنا سايبينها فاضيه عشان بنجرب بس ان احنا نخش في الانتربتس ازاي. بكده احنا نكون خلصنا المحاضرة بتاعت الانتربس، ونشوفكم ان شاء الله على خير. لو في اي اسئلة هركو ممكن تبعتوها لي وانا هرد عليه، وشكرا.